موجزا لأهم الأنباء من استديو الأخبار بقناة عدن الفضائية، أهلا بكم. أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالين هاتفيين بمحافظ الجوف أمين العكيمي وقائد المنطقة العسكرية السادسة لواء الركن أمين الوائلي للاطلاع على المستجدات الميدانية وما يحرزه المقاتلين من انتصارات ساحقة على ميليشيات الحوثي والصالح الانقلابية في جبهتي المتون وحام في الجوف. وهنأ نائب رئيس الجمهورية أبطال الجيش والمقاومة وأبناء المحافظة بهذه الانتصارات، مؤكدا أن القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تتابع باهتمام بالغ تلك التطورات وتقدر التضحيات الجسيمة التي يقدمها اليمنيون من أجل استعادة دولتهم. أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة ستقوم بصرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها أمانة العاصمة. جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة من العاصمة اللواء عبد الغني حفظ الله جميل بالعاصمة المؤقتة عدن. وأشار الدكتور بن دغر إلى أنه وجه وزارة المالية بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة في عموم المحافظات، وذلك عن طريق مكاتب البريد وبنك التسليف والصرافين، وبما يضمن إيصالها إلى الموظف مباشرة، داعيا المؤسسات بسرعة إرسال الكشوفات إلى وزارة المالية بحسب كشوفات موازنة الدولة للعام 2014. وعبر أمين العاصمة عن تقدير أبناء الأمانة لفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على توجيههم بصرف رواتب موظفي العاصمة والذي يأتي ضمن واجبهم الوطني تجاه كل أبناء الشعب اليمني. ميدانيا والبداية من الجوف، حيث تمكن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية من دحر الميليشيات الانقلابية وتحرير عدد من المواقع في مديرية المتون بمحافظة الجوف. وأكد مصدر عسكري أن الجيش حرر عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها الميليشيات وصولا إلى سوق الاثنين غرب مديرية المتون. وأسفرت المعركة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية واستعادة عتاد عسكري متنوع. قتل 13 من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في معارك وغارات لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة تعز. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمقاومة أن المعارك التي دارت في جبهة جبل المنعم المطل على الربيعي والساحل الغربي في ذباب والوزعية أسفرت عن مقتل 13 من الميليشيات الانقلابية وإصابة العشرات. إلى صعدة، حيث تواصل الوحدات الجيش التقدم في عمق محافظة صعدة وتحصد انتصارات مستمرة في معركة تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح الانقلابية. وتعد معركة صعدة واحدة من أهم المعارك التي تخوضها القوات المسلحة في مختلف المناطق والمحافظات. وأوضح القيادي في المقاومة الشيخ يحيى بن مقيت أن العملية العسكرية في منطقة باقم تسير وفق الخطة المرسومة، وأن الجيش والمقاومة ماضون في استمرار العملية العسكرية حتى استكمال تحرير محافظة صعدة. أفادت مصادر إعلامية عن مقتل القيادي الحوثي أبو خليل الصيلمي المشرف على قسم تطوير الصواريخ البالستية وعدد من مرافقيه في عملية استخباراتية نفذها طيران التحالف العربي. وقالت المصادر أن قوات التحالف تمكنت من رصد تحركات الصيلمي بين محافظات صعدة وصنعاء والحديدة واستهدافه بغارة جوية مباشرة، ما أسفر عن مقتله وستة من مرافقيه. إلى حضرموت، حيث أحبطت قوات النخبة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية بالمحافظة عملية انتحارية قبل تنفيذها بساعات من قبل أحد العناصر الإجرامية الضالة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي. وأوضح مصدر عسكري بأن وحدة خاصة من قوات النخبة تمكنت من إلقاء القبض على المدعو عين باء سين في الشحر بعد أن نصبت كمينا محكما له وضبطته قبل ساعات من تنفيذه للعملية أثناء قيامه بالتجهيزات الأخيرة لتفجير نفسه في أحد النقاط بحزام ناسف، وضبطت معه كافة أدوات الجريمة من بينهما كاميرا تصوير. نهاية الموجز، إلى اللقاء.